معكم في فيديو جديد، معكم فيصل كالعادة. هذه الأزولا بانات، هذه النوعية الخشينة. للي ما يعرفش الأزولا، الأزولا هي نبتة غنية عن التعريف، فيها نسبة بروتين توصل ل 40%، عارفة للغنم، للبقر، للخيل، للدواجن بصفة عامة. هذه هي الأزولا. طريقة استعمالها سهلة برشا، يكفي أنك تعملها في حوض، تصب له الماء 20 سنتي، ما يفوتش كيما تراو هكاكا، ماء نتاع سبالة نورمال. تحط لها التراب والغبار في الحوض، تعمل لها بلاستيك، اي نوعية نتاع بلاستيك، مش باللازمة يبدك الخشين، اي نوعية نتاع بلاستيك، وتحط لها زولة نتاعك. انتاجها كبير برشا، يكفي انك كيما قلنا تعمل الخطوات هذوما، وكل كيلو باش ينتج 6 كيلو في 8 ايام. اذا كانت تحبوا تعرفوا اكثر على النبتة هذية، ما تنجم تخلونا ميساج، تنجم تعمل كومنتار زادة على الفيديو، واحنا نجاوبكم في اقرب وقت. مرحبا بالناس كلها.